خلينا كده سكتين. عيدي وهيك هيك الجاتوه. مظبوط. بدي رحب اكيد بالشباب اللي معنا من بلاماند اللي عملوا بروجكت ريلي كول اسمه بلاماند تو ستراتوسفير. هذا البروجي بتصور كثير منكم شفتوه على السوشيال ميديا وينت فايرل. رح اكيد عم نعرف المعلومات اكثر مع انطوني ديبا، طارق طحان والي محفوظ. اهلا وسهلا فيكم بالهاشتاج. رح بلش مع انطوني. كيف طلع هيدا البروجي معكم؟ مين فكر فيه وليه عملتوه؟ So our project بلاماند تو ستراتوسفير بلشت الفكره مع our supervisor دكتور جوني عيسى. هي الفكره رح نبعث scientific platforms up into that stratosphere using high altitude balloons. To observe what على الأرض؟ اوكي. هلا scientific platforms فينا مثلا for weather weather purposes, air pollution, radiation, ultraviolet. في كثير افكار، في كثير بوتنشل لهيدا البروجكت. بس كي هيدا تيست يعني تنشوف اذا it works هيدا البلاتفورم. وذا تيست اخترنا انه نحط نعمل فوتوغرافيك بلاتفورم هيك نشوف فوتج بتطلع وبالنازله. وقدرنا نوصل لل 30 كيلومترز which was our purpose. ومع العلم انه في عندنا بوتنشل نوصل كمان لاكثر. سو عملتوا شيء مثل ريموت سنسنج، يعني قدرتوا تصوروا يمكن فوتج فيكم ممكن تستعملوها ساتلايت ايمجري بس على نطاق الارض. ايه يعني كمان حتى فينا نوصل البروجكت اكثر ليصير في راديو كوميونيكيشن مع الكابسول واكثر من شغله. لهيك بروجي سوري بدي اتشك، اكيد كان في مهندسين وكان في يعني شيء تيوري وفي شيء حدا عامل براكتيك. ايه اكيد. هلا اي طارق خبرنا شوي اكثر شوي عن كيف عملتوه؟ نحن التيم تبعنا كان عم يشتغل اكثر شيء على ديزايننج ذا كابسل، يعني هاي الكابسل حطينا بقلبها دو كاميرا والجي بي اس كمان. هلا نحن مثل ما قال انطوني رح توصل على 30 كيلومتر، فعلى 30 كيلومتر يعني العوامل الطبيعيه الموجوده شوي صعبه. فالتمبرتشر مثلا الحراره فوق ماينس 55 ناقص 55 درجه، فالكاميرات مش مصنعين تيمشوا بهيك سيركمستانسز يعني. فنحن شو عملنا؟ غلفناها بماتيريال من برا ريفلكتيف لل ايه كمان، ومن ميله ويل انسوليشن يعني كرمال ما تفوت الحراره كلها لجوا او الحراره السخنه جوا ما تطلع لبرا. شغله ثانيه كمان الديزاين تبعها، الشكل تبعها والوزن تبعها كانوا كثير مهمين، والباراشوت رح يحكي عليها لي بعد شوي. هول اهم عوامل انه ترجع تقصد بلبنان بدنا نرجع ناخذ الصور منها يعني. والله اذا اشتي بغير بلد صعب شوي. ايه شكون راح لبروجيكت خصوصي بهالوضع البلد يعني لبنان عرضه ضيق كثير، فما فيك كمان تلعب كثير ويجي البالون برا او الكابسل برا هي ونازله. فنحن نقينا الشكل البيراميد الهرمي بوينتد لتحت، موجه لتحت. أوكي. وهيك الهواء هو عم بيتفشى بنزلها نزول، ما بيتفشى جالس وهي وطالعه. وهي وطالعه كمان الهواء بيكون عم بيطلعها هيك اكثر من انه يتفشى يمين وشمال كمان. وشغله ثانيه الوزن تبعها. الوزن تبع البالون هو طالع فيها كان كمان مرتاح، وهي ونازله مع الباراشوت الريليشن كانت كثير حلوه بيناتهم، قشطت بمطرح ما كان الشباب متوقعين تقصد. كلفكم كثير هيك بروجي او كان كلفهم جو برو بتصور؟ كان في هيك تكلفات يعني الكترونيك ديفايسز والهيليوم والاكوبمنت اللي استعملناها. اللي انت مور فروم ذا تكنيكال سايد كنت عم تشتغل تتكون عم بتزيبقها مثل ما بيقولوا على مزبوط. خبرنا كيف زيبقتها. اوكي انا والتيم تبعي اشتغلنا على الايروداينامكس تبع البروجكت. نقينا بيسكلي البالون، الباراشوت والغاز اللي عم بيفيه البالون كميته. هلا هن مثل ما قالوا الشباب انه هدفنا كان نوصل على 30 كيلومتر، ومن ناحيه ثانيه كمان لانه لبنان ضيق ولانه عندنا ما توقع ولا بعيد، مشان ما نوقع بعيد، وكمان عندنا يعني بلبنان اوضاع امنيه منا منيحه، بدنا نضل بالنطاق الامني. مشان هيك كان بهمنا نسرع نوصل لفوق وبهمنا نوصل على 30 كيلومتر. على اساس نقينا البالون واخترنا الباراشوت تكون متوسطه مشان يقع دغري بس يفقع البالون فوق. ونقينا كميه الهيليوم الغاز. هلا هو الهيليوم كان خيارنا لانه الهيدروجين فلامبل وكثير قابل للاشتعال ومنه امن. عم نشوف فوتج هون لما طلعت طلعناها من بيروت كورس كلاب. اوكي اوكي. هلا الشاف الثاني اشتغلنا عليه انا والفريق هو نحدد مسار البالون على كل الرحله. بس فيك تحدد المسار تبع البالون؟ ايه كنت اسال مين اللي حدد الدايركشن؟ اخذنا ويند داتا، اخذنا ويند داتا من الارصاد الجويه وعملنا كالكوليشنز كثير على مدى سبعة ايام تقريبا لقدام، ضلينا نعمل على مدى شهرين او ثلاثه. ظبط كالكوليشنز ونزلت بمحل نزلت تقريبا 2 او 3 كيلومتر عاملين بفر زون. اوكي اوكي بيرفكت. Within the range يعني اجت تقريبا. والجي بي اس اكيد بقيت حرارته لانه طبيعيه مثل ما اشتغلنا نحن، ضل يبعث لنا سيجنلز لاخر نفس يعني، وصلنا السيجنال ودغري رحنا جبناه يعني، وكان كثير قريب على المحل. خي خي خي. واكيد مايكل جاكسون فيري سوتبل دراماتيك ميوزك. تعقيب
اوكي شفنا انه عم بيبرم عم تبرم الجو برو لانه معلق يمكن بالشرايط. اوكي معلق بالشرايط. هلا بتكونوا عم تفكروا مثلا لبعدين انه تكون ثابته اكثر تقدروا تاخذوا ايمج في يعني في البيربس تبعنا كمان تصير كنترول اكثر يعني. اوكي الاكيب كانت مؤلفه من كم شخص تقريبا يعني هيك بروجي كان هلا كثير مميز. اوكي كانوا الجروبين كل جروب هلا اذا انتم بدكم تاخذوا كريدت لحالكم ما في مشكله فينا لا لا فريقنا عن جد بنوجه له تحيه وللدكتور كمان شغل معنا في إلي الشامي إلي حارب وغادي موسى ناقصين بيناتنا والدكتور جوني عيسى نسلم عليهم كثير نهنيهم ليك شو حلوة الصورة صراحة نقية وأكيد بكرة فيكم تحطوا كاميرا يمكن هاي ريزولوشن أكثر بكثير تاخذوا الديتيلز ونعمل يمكن أور أون جوجل مابس ليش لا أكيد كمان بنحب بعطي أفكار أنا باخذ حقها كمان هيدي التراجكتوري إذا بدك نشوفها من محل ما طلعت من بيروت جولف كلوب لو محل ما قلبت هون بقضاء بعلبك كثير حلو قد ايه اخذت وقت هي بالطيران يعني قد ايه طلعوا بالنازله 67 دقيقة اوكي وهي قد ايه اخذتكم وقت تطلعوا بالفكره يعني اوكي اشتغلنا سنه على البروجكت على مدى تو سيمسترز اشتغلنا كل تيم اخذ تقريبا بارت تبعه واشتغلوا على السيمستر تبعه وقدمناه كبروجكت بالاخر جايز حطوا 20 على 20 المفروض بحب نشكر بس كليه الهندسه بجامعه البلمان دعاء بالماده والمعنوي نتشكر الجيش اللبناني المديريه العامه للطيران المدني وجمعية مجلس الغرب كمان ساعدتنا كثير بالكونكشنز. جايز احنا بنشكركم عن جد وبنقول لكم جود لك على البروجيات اللي جايه وناطرينكم وقت تعملوا بروجي مثل هيدا كمان بدنا نضلنا على الستراتوسفير نعلي اكثر اذا فينا كمان. ثانك يو سو ماتش رح ننتقل هلا لعند يارا اللي محضرتنا مثل ما كل ثلاثه بتحضرنا كالت موفيز وفورن موفيز خلينا نشوف سوا معنا. تمام كيف بدي خبرك أبا باش تخبرينا عن أفلام اللي تحكينا عنهم بنعرف إنه أكيد إلي داخل ربح بكام